عايز اشوف الصورة دي لمشروع الجزيرة. والله الجداول فيها زي الشرايين في الزول. مشروع الجزيرة أكبر مشروع في أفريقيا، أكبر مزرعة بإدارة واحدة في العالم. طبعاً عاوز جداول كثيرة. لسه مشروع الجزيرة ده بنت القطن؟ قطن وزورة وعباد شمس وفول سوداني وأعلاف وخضار. أمشي يا سمسمة بعيد من الموية. معليش يا سمسمة، سعيد ما قاصد ينهرك. عرفت نحن وين؟ دي حواشة في مشروع الجزيرة من القطن ده والجداول الكثيرة دي. بدأ المشروع ده مزرعة تجريبية سنة 1911، وبدأ خزان سنار سنة 1925. كل المشروع كان بيستقي بالغنوات والجداول دي. وخزان الروسيرس مش برضو بيسقيه؟ أيوة، يدعم الخزان الروسيرس عشان يسقي امتداد المناقل، وبقى المشروع أكثر من 2 مليون فدان، ومن أهم المشاريع الاقتصادية في السودان. سمسمة يا سمسمة، سمسمة الحق يا سعيد، سمسمة سمسمة. الحمد لله، ده جدول صغير ما أبو 20. أبو 20 ده شنو؟ شبكة الجداول دي أنواع وأحجام، من الخزان غناتين رئيسية، ومنها تتفرع تمشي الحواشات. عشان كده بيجت لي زي الشرايين في الآيباد. عاوزة تستحمي تاني يا سمسمة؟